Pend function ترجع قيمة واحدة بشكل asynchronously، يعني ما راح تسوي بلوك الباقي الكود ورا فترة راح ترجع لي قيمة. طيب السؤال هو إذا عندي أكثر من قيمة شنو الحل؟ الحل هو flow. Kotlin flow راح ترجع لي أكثر من قيمة أيضا بشكل asynchronously، يعني ما راح تأثر على الكود ولا راح توقفه، وكل فترة راح ترسل قيمة. إذا شنو هي الflow؟ الflow بكل بساطة هي عبارة عن stream of data. احنا صار عندنا مفهوم الستريم المفروض واضح لما تحدثنا في فيديوهات ودروس سابقة عن RX جافا، ولما تحدثنا عن الobservable اللي قلنا هو يرسلنا الداتا على شكل ستريم، وهذا معناه انه مع مرور الزمن راح تظل تنبعث قيم، راح يصير لها emitting. بالنسبة للفلو فهو من نوع الcold stream. شنو يعني cold stream؟ يعني كل مرة انت راح تجي تسوي له متابعة أو تسوي observe أو أيا كانت التسمية اللي حنعرفها بعد قليل، فأنت راح يبدي يبعث قيم لهذا اللي دي تابعه، وكل مرة أنت راح تعيد من جديد تسوي له متابعة من جديد أو تجمع الداتا اللي تجي من عنده، فأنت راح ترجع تنبعث هاي القيم من جديد ويا بداية هذه الأكشن كل مرة، وليس أول ما تسوي له create راح يبدي يرسل هاي القيم سواء أكو أحد ينتظر هاي القيم أو لا. بالنسبة للفلو يكون based on suspend function، راح يكون مبني على suspend function، راح يشتغل بآلية عمل suspend function، وأيضا من داخل الفلو راح نقدر نسوي call لأي suspend function. آلية الفلو كلش بسيطة، تعتمد على مبدأ producer and consumer. عندي فلو راح يسوي emit data، راح يظل يبعث data، وعندي collector راح يستقبل هاي الداتا وراح ممكن انا اتصرف بيها وافق الكولكتر، فمع مرور الزمن الفلو يسوي emit والكولكتر دي يستقبل هذه الداتا. اذا عندي اوبشن اخر ينضاف للفلو والكولكتر هو فتح خيار وسطي واللي هو الintermediate operator. هذه operator بالنص ممكن تاثر على الداتا، يعني ممكن تصيرها transform تحولها من شكل الى اخر، ممكن تتلاعب بوقت ارسالها او تستثني بعضها سوي سكيب لبعضها وترسل الاخريات. معلومه اخرى يجب ان نعرفها انه الكولكتر وعمليه الكولكتنج للديتا اللي دي يسوي لها emitting الفلو لازم يصير لها كولكت داخل كوروتين، ما ممكن تصير مباشره في السينكرونس كود الاعتيادي اللي هو دي يشتغل بشكل سيكوينشال. وايضا الفلو ممكن بداخلها راح اسوي كول على suspend function، فانت اي suspend function كاتبها ممكن تسوي لها كول داخل الفلو builder اللي راح يبني لي الفلو. طيب هذه مقدمة نظرية عن ما هو الفلو. حتى نكون جاهزين ونبدي نشتغل بالفلو فكل اللي نحتاج نروح للبولد جريدل ونتأكد من وجود الدبندنسي الخاص بالكوروتين من شركة JetBrains. نفس هذا الديبندنسي بمجرد ما يكون موجود عندك فأنت راح تقدر تستخدم الفلو. وأيضا احنا مستخدمين ديبندنسي اللايف سايكل الغرض استخدام لايف سايكل سكوب اللي شرحناه بالدروس السابقة. إذا جاهزين انطلقوا للفيديو القادم.